النادي السد، السد ب 37 نقطة في صدارة الدوري القطري، الوكرة ثالثا ب 28 نقطة في المركز الثالث، بينما طبعا ثانيا نادي الدحيل بثلاث. المهن بمهنة الصيد كان من بداياتها من هنا من منطقة الوكرة التي تمثل تاريخا ساخرا وخالدا بالنسبة للإنسان القطري، وبداية تشكيل الحياة القطرية من خلال مهنة الصيد واللؤلؤ واستمرار الحياة بعد ذلك. لذلك كان من نماذج الإبداع نموذج ملعب كأس العالم، ملعب الجنوب الذي يمثل شكل الصدفة رمزا لمدينة الوكرة. مع الهيدوس يلعب الكرة هنا أمامية، داية الكرة التسديد، الله يا للتصدي ويا للإبداع، كرة من أجمل ما يكون. شوف ماشي وين، ماشي للشباب، ماشي للفرحة الأولى للزعيم، ولكن يأباها سعود الخاطر ويرفضها ويبعدها عن مرمى، تبعد الكرة الماضية من جانب صورة جميلة ونتقدم. يا سلام تمريرة ومحاولة، الله على التمريرة والبحث هنا عن العرضية، وينك وينك يا بني الطف، وينك وينك يا بني الطف. شوف هنا المحاولة أمامنا والمهارة من جانب الجميل والمتألق والمتوهج خالد منير، اللاعب الذي يمثل دويت وعائلي جميل بينه، وهنا رد من أكرم عفيف، أكرم عفيف، الله جاء الرد وجاء العقاب على خالد منير بأقدام أكرم، أكرم أكرم أكرم، أكرم. هذه منادات نادي السد لمعشوقهم ومحبوبهم أكرم عفيف، انطلاقة كانت جميلة ورائعة، رمية تماس وكرة ملعوبة تلعب مباشرة من جانب بغداد ونجاح، بغداد يلعبها إلى حسن الهيدوس، أكرم عفيف هنا اللمسة عن طريق أكرم، يبحث عن الدرب المرمى، التمريرة إلى رودريجو تباتا ويلرميم يحاول، إن شاء الله جول، إن شاء الله جول. الإبعاد يأتي هنا أمامنا والاستلام من جانب بنيطو، بنيطو بتمريرة ملعوبة، كرة بنيطو محاولة الحفاظ على الكرة ما زالت وكراوية، عبد الغني منير تعود مجددا للوسط الملعب، أكرم عفيف في الانطلاقة والكرة مع منجاح، وان اثنين والثالثة وين، الثالثة وين، الثالثة في الجول، في الجول، في الجول، في الجول، نعم 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 في الجول لصالح نادي السد، هدف ثاني بلمسة فيها الجمال بمعزوفة موسيقية سداوية، ما أجملها ما أجملها ما أجملها، بدأت بإقدام العازف الأكبر والأجمل بيتهوفن الكرة القطرية، أكرم عفيف بكورة من أجمل ما يقول. شوف هنا بداية العزف، هنا بداية الطرب وبداية العفز وبداية الاستطراب من أكرم عفيف إلى بغداد، بعد ذلك إلى تباتا، والختام لهذا اللحن ولهذه المعزوفة الجميلة والرائعة بأقدام الرود. تمريرة وكرة للأمام، حاول هنا للتقدم من جانب نادي الوكرة، بنيطو هنا الأمان معقود عليه المرور من جانب بنيطو، والعرضية ملعوبة عن طريق بنيطو، وما زالت الكرة العرضية ملعوبة، ولكن مجددا برشم، مجددا برشم في التصدي، مجددا برشم في التصدي، لقطة كانت أمامنا ومحاولة كانت حاضرة أمامنا، مرت مباشرة الكرة. شوف المحاولة كانت أمامنا، بنيطو واحد من أجمل الأسماء مع نادي الوكرة، تقدم للأمام واستلام بنيطو بتمريرة والفرصة البحث عن تسديدة، تأخر اليزيدي، تأخر اليزيدي، لقطة ومحاولة كانت حاضرة أمامنا ولكن تأخر اليزيدي، العشق والحب والعاطف والولاء في البيت ارتبط بالوكرة، هنا المحاولة أمامية والكرة ملعوبة، محاولة هنا للمرور والتقدم، بغداد منجاح يلعبها لأكرم، اللمسة بصورة جميلة إلى رودريجو تباتا، تباتا بكرة عرضية لكن تستخلص بعد تمريرة، هو كرة تلعب هنا للأمام، محاولة من جانب بغداد منجاح، الاستلام حاضر أمامنا عن طريق بغداد منجاح، لمسة جميلة من جانب بغداد والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أكرم مررها وهنا الثلاثية، نعم الثلاثية بأقدام حسن الهيدوس، حسن الهيدوس يدور الهدف الثالث والفرحة الثالثة لنادي السد بلا رحمة بلا رأفة، هنا في ملعب الوكرة يضرب نادي السد بقوة، وأعتقد أن هذا المدرب السيد بارتيليمو لم يتوقع هذا السيناريو أبدا، لم يتوقع هذا السيناريو أن يضرب
باب السد بثلاثية قاسية قاسية قاسية. لكن شوف جمال الأهداف وشوف طرب الأهداف، وهنا الهيدوس بتسديدة ليست للصد، ليست للصد أبدا، بل لاستطرافها يضرب بقوة بلا رأفة لكرة ليست للصد أبدا، كرة لا تردها إلا الشباك يدون السد. الهدف الثالث لنادي السد. وعلام مصمودي واستخلص الكرة والانطلاق للأمام، بنجاح 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 بنجاح، غلطة أمام بنجاح بهدف، الغلطة أمام بنجاح بهدف، لقطة كانت أمامنا من جانب بنجاح والغلطة أمام بنجاح مباشرة بهدف. محاولة كانت حاضرة، مرت مباشرة للكرة، مباشرة للكرة، ملعوب الكرة إلى وسط الملعب، حاول ملعوب داخل منطقة الجزاء العرضية ومستخلص الكرة، تمر الكرة وتعود هنا داخل منطقة الجزاء، البحث عن المرور علي أسد في استخلاص الكرة، صورة كبيرة 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 يفرض هنا انطلاقة أمامية ومحاولة للتقدم، بغداد منجح يبحث عن تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، حاول أمامنا من جانب منجح ومرت كرة بغداد منجح. باقي فقط أو مشعل برشم هو المدرب يهجم مع الفريق، لكن كل القائمة هجومية ومتوين نزعة هجومية، وحتى الأسماء جودتها مختلفة عن كل الأسماء التي واجهها نادي الوكرة، لذلك تكون اختبار صعب جدا هذه المباراة لنادي الوكرة ومن الاختبارات الصعبة. ترقب حكم المباراة الشاب عبد الهادي أرويل، شوف هنا بالإعادة، هنا المرور كان أمامنا وهنا بطاقة، هذه فيها بطاقة الأولى مشت الثانية، لكن هذه 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 لم يكن لها داعي، هذه لم يكن لها داعي، وبالتالي ينشأ الصغير على حب النادي، لذلك عندما غابت الجماهير وابتعدت الجماهير عن مصاف الصدارة الأندية الجماهيرية كان الغياب. تمريرة إلى أكرم عفيف وهنا المحاولة لهدف رابع داخل منطقة الجزاء، ولكن الخاطر يبعد الخطورة عن مرماه، مرور بجانب أكرم عفيف، هنا مصدر الخطورة وهنا درب الخطورة، بنجاح أكرم تقدم في الأمام ومحاولة تسديدة، يا أكرم يا عفيف رحمة بعزيز قومي، رحمة ورأفة بعزيز قوم يا أكرم عفيف، رحمة يا أكرم عفيف، تقدم للأمام وبغداد بلمسة جميلة لأكرم عفيف، السد يستعرض يتفنن وكأن كان يقول لنادي الوكرة هيهات هيهات، وصبرا صبرا 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 على كل انتصاراتكم وهيهات أن يحقق لقتموها أمام الدحيل وأمام الري. إسماعيل محمود قد يكون اللاعب القادم أو هو القادم إلى داخل أرضية الملعب، لاعب نادي أم صلار السابق، وبنيته إلى خارج أرضية الملعب، نعم قرار سليم، إذا رأي التسلل على أكرم عفيف، كلب ومن خرج دكت بدلاء عتاولة، أيو إلى داخل أرضية الملعب، وبغداد إذن إلى خارج أرضية الملعب. يا للجمال ويا للإبداع ويا للإعجاز الكروي، يا أندري آيو آيو آيو، من اللمسة الأولى من الوهلة الأولى من اللمحة الأولى لم يخرج منجاح إلى الآن من الملعب، وآيو يدون الهدف ويسجل الهدف،